على سيدنا محمد وعلى آه صنعاء المعتم ليلها منذ سنوات توشحت فجأة باللون الأخضر كل شيء في المدينة صار أخضر حتى وجوه الناس وأجسادهم حشد الحوثي وأنصاره اللون الأخضر في كل شيء وأضاء صنعاء بأموال اليمنيين المنهوبة احتفاء بذكرى المولد النبوي لم يكترث الحوثيون لشعب يموت جوعا ليعلنوا أنه الاحتفاء الأكبر في تاريخ اليمن والمنطقة وكأن هذا هو الشيء الوحيد الذي يهم اليمنيين الآن لما لا؟ إنها ذكرى ميلاد الرسول الأعظم وهم أحفاده كما يقولون ومن واجب الناس الاحتفاء به ولو على حساب قوت يومهم يستند الحوثيون إلى القداسة الدينية ويدفعون بالأعياد التي تحظى باهتمام اليمنيين لتمرير رسائلهم السياسية ونهب ما تبقى من أموال المواطنين تحت لافتة المجهود الحربي وغيره. إلا أن استغلالهم لذكرى المولد النبوي وهو المناسبة الأكبر والأهم لهم في ذلك أكثر من هدف. فمن خلال هذه المناسبة تسعى ميليشيا الحوثي لتكريس سلطتها تحت لافتة الدين والإنتماء السلالي لتطبيع المجتمع على الوضع الحالي. ناهيك عن اتخاذها كمصدر للاثراء على حساب اليمنيين. انها الفكره الاماميه القديمه وقد عادت بعد اكثر من خمسه عقود من قيام الثوره. ففي عهد الامام احمد حميد الدين اجبر الناس على دهن اجسادهم بالقطران بحجه ان الجن قد تمردوا عليه وهي فكره سعى الامام احمد من خلالها لقياس مدى سيطرته على عقول الناس. يمارس زعيم الميليشيا اليوم الأسلوب ذاته لقياس مقدار رضوخ الناس لسلطته فألقى عليهم بقطرانه لكنه قطران أخضر هذه المرة مبالغة الحوث بالاحتفاء بالمولد النبوي توحي وكأن اليمنيين لم يعرفوا الإسلام إلا بمجيء هذه الميليشيا وسيطرتها على عاصمة البلاد كما يقول متابعون لكن مقابل هذا الاحتفاء المبالغ فيه يبقى ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الميليشيا محرومين من ابسط حقوق المواطنة وسبل العيش الكريم فكيف يستقيم الحال مع من يحتفل بذكرى رسول الانسانية والقائمون عليه يسرقون حق اليمنيين في الحياة ويذيقونهم كل صنوف الحرمان والهوان؟